سي رشيد، كيبان لك الماتش؟ وسنقول لك عند المهم الوداد كان عندها كانت في نهارها اليوم، يعني بانت بان سيتون ايكيب اللي هي كانت اورغانيزي، واللي زاد عطاها باش يمكن لها انها تمكنت انتصر على فريق الفتح، هو انه في البدايه في الشوط الاول كانت عندها واحد لا ريوسيت كبيره في لي تير اكستيريور ديال لي 3 بوان. كنظن انه الوقت اللي دابا كاين الشبان ديال الوداد اللي تعطاتهم فرصه اكثر انه داخل الملعب، كنهضر على الحريشي اللي يعني بالنسبه بين الفريق ديال الوداد ربحات هذا اللاعب ديال الحريشي، لانه لاعب طموح ولاعب يعني ما تيخافش في الملعب، كيدير اللي خصو يدار سواء سو لو بلون ديفونسيف ولا سو لو بلون اتاك. اللاعبين اللي داروا عاوتاني لا ديفيرونس سي لي كرون اللي جابت الوداد هذا العام، بلال اللاعب الاخر مكعرفش منين هو. دونك بانت بانه الوداد كانوا بليز اورغانيزي علينا، حنا كان عندنا واحد نقول لك بوتيت كان الخوف ولا ما كانش التركيز كبير. كنظن بانه الدفاع ديال الوداد هو اللي دفعنا انه حنا نكونوا في ذاك الارتباك داخل الملعب، وما قدرناش نقدوا الصفوف ديالنا. ولا لاحظت في اللاعبين اللي عندنا كان لاعب واحد اللي كان قدر انه يسجل على الوداد واحد القدر كبير ديال النقاط، اللاعبين الاخرين ما نقول لك ماشي ما قدروش، مي الدفاع اللي كان يعني ديور على اللاعبين ديالنا كان شي شويه دفعهم انهم ما يسجلوش، ما يكونوش في يعني في المستوى اللي هو عندهم. هذا هو اللي بان لي الوداد يعني كيبقى ديما فريق يعني كي ديما ماشي كي يعني فريق اللي ديما كنعرفوا الوداد هي الوداد، ولو انه في التورنوا ما كانوا شاي ما كانش نقول لك مسؤولين كما قلت لا ديرنيير فوا، مي الوقت اللي بدات البطوله كتشوف بين الفريق كاين. هذا هو اللي كاين. الطموح ديالكم هذا العام الفتح الرباط؟ هو الفتح تنقول لك الفتح حنايا هذا العام عاوتاني وقع لنا واحد ما نقولش على الطموح، يعني عندنا لاعبين اللي عاوتاني وقع لنا بحال السنه الفارطه في البدايه، لاعبين يعني كاين اللي مريض كاين اللي معطوب كاين اللي هذا، دونك لاعب اللي عندنا حتى هو لاعب اساسي اللي هو علي المقصود وقع عنده توعك في يدو اليمنى، دونك ما نقدرناش نلعبو يعني لا البطل لا المقابله الاولى لا المقابله الثانيه. عندنا لاعبين اللي مازال ما رجعوش من يعني فتره نقاهه وهذا مازال حتى هما بعد، كنظن انه الوقت اللي يكتمل الفريق غادي نكونوا احسن من هاد المقابله اللي شفتو اليوم ضد الوداد. شكرا.